السلام عليكم. ورياح أكتوبر تدور بلا تردد أو سكوت، في صعدة الخضراء أو في حضرموت، لكنه التاريخ كلا لا يعود إلى الوراء. لن تستكين رياح أكتوبر هنا، لن تستكين. تحل علينا يوم الجمعة ذكرى 53 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان إثر مواجهة جرت بين وحدات من الجيش البريطاني وثلية من المقاتلين الذين عدوا للتو من صنعاء بعد مشاركتهم في مهمة الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر. مع حلول ذكرى هذه الثورة يستدعى مفهوم واحدية الثورة اليمنية، الذي يعني أن كل من ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر يمثلان ثورة واحدة ويعبران عن وحدة مشاعر وطنية لدى كل أبناء اليمن في شمال الوطن وجنوبه. بالتأكيد هما كذلك، فالرابع عشر من أكتوبر محطة في مسار النضال الوطني الذي توج بإعادة تحقيق الوحدة بعد أن وضع هذا الهدف على رأس أولويات النظامين الحاكمين في كلا الشطرين، قبل أن تتدخل الأقدار وتدفع بشخص غير مؤتمن ليتولى قيادة الدولة الموحدة ويعمل ما في وسعه لإفراغها من مضمونها ويتسبب في صراع تكاد الوحدة اليمنية وكل محطات النضال اليمني المشرقة أن تكون ضحية سهلة لهذا الصراع ولهذا النزق السلطوي باهظ الكلفة. لماذا تتحول مناسبة وطنية يمنية بامتياز إلى مناسبة جهوية مشوبة بالتوتر؟ لماذا يحدث ذلك بعد 53 عاما؟ من المؤسف حقا أن تتنامى نزعة الكراهية ضد اليمن بصفته الهوية الجامعة من الناحية الجغرافية والتاريخية كذلك. مشاهدينا الكرام، سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني لمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المثارة في رحاب هذه الذكرى الثورية الخالدة. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. مع أول طلقة استهدفت دار البشائر في صنعاء عشية 26 من سبتمبر 62 900,000، ارتفعت الحناجر بالهتافات في عدن وترددت أصداؤها في كل مناطق الجنوب. وبعد عام فقط كان صدى ثورة سبتمبر على الإمام الكهنوتي المتخلف يرتد ثورة هادرة على المستعمر في الجنوب، إنها ثورة 14 من أكتوبر. شاءت الأقدار أن تكون السنة الفاصلة بين الثورتين هي فسحة لأبطال الجنوب لكي يشاركوا في معركة الدفاع عن الثورة اليمنية في حجة وخولان وفي مناطق الحيمة، وحيثما اندلعت المعارك للذود عن صنعاء. وبينما كان الأبطال يعودون إلى ديارهم لقضاء استراحة محارب، كانوا أيضا يتحسسون الفرصة لإطلاق ثورة التحرير والاستقلال. سارع الاستعمار الإنجليزي إلى إصدار قانون يحرم المشاركة في الحرب الدائرة في الشمال، فسرع هذا القانون من خطوات التحضير للثورة. وفي منطقة الأعبوس إلى الجنوب من مدينة تعز اجتمع مناضلو أكتوبر واتخذوا قرارا بإطلاق الثورة، ولم تمضي سوى أيام حتى اندلعت الثورة في جبال ردفان في الرابع عشر من أكتوبر 1963. كل المؤن اللازمة للقتال كانت تأتي من تعز، من حكومة الجمهورية العربية اليمنية والجهاز العربي الذي يشير إلى القوات المصرية العاملة في اليمن. وقبل هذا وذاك تبلورت فكرة الثورة على الإمامة والاستعمار في مخيلة ووجدان وعقول المناضلين من شمال الوطن وجنوبه هنا في مدينة عدن، التي احتضنت التصور الأكمل للحرية في سياق من العمل المدني الذي أخذ شكل نشاط حزبي ونقابي وأندية وندوات. في منطقة القاع بصنعاء كان حزب الشعب الاشتراكي يفتتح فرعا له على مقربة من منزل السلال، ومهمته الأولى هو التنسيق من أجل نقل ورعاية المقاتلين القادمين من الجنوب دفاعا عن ثورة سبتمبر. كان اليمن في مرحلة الانعتاق تلك ينصهر كوحدة واحدة في مرجل الأحلام بيمن حر مستقل وموحد، على النقيض من الانحدار الذي نراه اليوم في فكر البعض الذي اعتقد في لحظة إحباط وغياب للوعي بأن استعادة الأجمل يقتضي عودة الأمور إلى سيرتها الأولى. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن قيم أكتوبر وواحدية الثورة والمصير سيكون معنا عبر سكايب من الدوحة الصحفي نجيب اليافعي. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذ نجيب. بداية لو بدأنا بالحديث عن أكتوبر باعتبارها أسطورة التحرير، ما الذي مثلت هذه الثورة للجنوب سابقا ولليمن بشكل عام؟ لا شك أنها كانت مرحلة انعتاق كبيرة، وكان هناك متلازمة الاستبداد وبين الاستعمار. عندما تخلص اليمنيين وأقصد في شمال اليمن من الاستبداد، تخلص اليمنيين أيضا في الجنوب من الاستعمار. وكأننا الآن ونحن نشاهد الذكرى 53 بالنسبة
لخروج المستعمر البريطاني ولبداية ثورة أكتوبر المجيدة والعظيمة. وأيضا شاهدنا قبل أيام الذكرى 54 لثورة 26 من سبتمبر، الثورة الإنسانية الخالدة التي كان ينبغي أن تقوم، ورغم أنها تأخرت لكنها كانت يعني هي ثورة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبالتالي كان التلازم بين الشمال والجنوب بحكم الجغرافيا وبحكم واحدية المصير وبحكم العادات والتقاليد والقرب والتداخل الجغرافي ما بين المناطق الشمالية وبين المناطق الجنوبية، هذا كله أدى للتأثر بشكل سريع. نحن نتحدث عن التأثر بالاشتراكية والتأثر بالقومية والتأثر بكثير من المذاهب التي جاء والأفكار التي الوافدة التي جاءت إلى اليمن، فما بالنا ونحن نتحدث عن مناطق جغرافية تفصلنا يعني فيما بيننا بعدة كيلومترات. وبالتالي هذه الذكرى المجيدة نحن نشاهد الآن كيف يتفاعل الجمهور معها سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تفاعلوا أيضا مع ثورة 26 من سبتمبر، وهذا إنما يدل على العودة للجذور والأصول، لأنه لا يمكن لأي شعب أن ينهض إذا لم يكن له تاريخ، ولا يمكن أيضا لأي شعب أن يتحرك إلى الأمام إذا لم يعرف ما الذي أوصله إلى هذه المرحلة وكيف تخلص من القيود ومن يعني الأمراض الاجتماعية التي أصابتنا لفترة طويلة. وأنا أتحدث هنا عن الاستبداد الذي كان ممثلا بالكهنوت الإمامي السلالي والأسر الهاشمية بين قوسين التي كانت تحكم المملكة المتوكلية في صنعاء، وأيضا بين الأسرة مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية لأكثر من 130 عام. نعم أستاذ نجيب، يعني لو تحدثنا عن يعني إمكانية أكتوبر وكيف غيرت هذه الثورة الموازين، موازين القوى، ونحن نتحدث عن يعني جهة أو ثورة تمتلك أسلحة تقليدية مقابل أسلحة مزودة بالطيران وأسلحة حديثة أيضا. صحيح أن المعدات والوسائل كانت يعني مختلفة والبون شاسع. عندما نتكلم على مملكة بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس، لكن أيضا نعم، لكن نحن هنا نتكلم عن الروح، نتكلم عن المقاومة، نتكلم عن حاضنة شعبية واجتماعية كانت تتلقى كل الدعم الاجتماعي والشعبي. حينما نتكلم عن ثورة أكتوبر لابد أننا نتكلم عن مدينة تعز، تعز الحاضنة الاجتماعية والشعبية والتاريخية والعمق الجغرافي والاجتماعي. ونحن نعرف أن التربة يعني كانت تسمى بريف عدن، وبالتالي القرب الاجتماعي والجغرافي هو الذي مهد وساعد بشكل كبير لرد الاعتبار للمحافظات الجنوبية. ونحن عندما نتكلم عن دور محافظة تعز وبقية المناطق القريبة من المحافظة، يعني نتكلم عن محافظة تيب ومحافظة تعز باعتبارها من محافظات الوسط ومن المحافظات التي لديها أيضا حدود يعني جغرافية بين قوسين حسب الشطر الشمالي السابق، ونتكلم عن البيضة. يعني عندما نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عن العمق الشعبي المهم في أي ثورة في أي وقت وفي أي مكان حول العالم. إذا لم يكن هناك بعد جغرافي وحاضنة شعبية تدعم المقاومة لا شك أننا لن نستطيع أن نفعل شيء. وأيضا عندما نتكلم عن ثورة أكتوبر نحن نتكلم عن رد الاعتبار أيضا للمحافظات الجنوبية وخصوصا محافظة عدن التي احتضنت يعني رموز الثورة الوطنية الكبيرة التي هي يعني الأستاذ محمد الزبيري رحمة الله عليه أبو الأحرار، الأستاذ أحمد محمد النعمان والموشكي وزيد مطيع دماجي الذين هاجروا وهربوا إلى مدينة عدن في 44 وأيضا في 46 والأحرار، ثم شكلوا بعد ذلك الجمعية اليمنية الوطنية والتي مهدت وأسست لثورة 48 التي أطاحت بجثة الإمام المتوكلية وكانت فيها فعلا بداية المسمار الذي دقنها ودقن عشان الاستعمار على التوالي. نعم. إذن أستاذ نجيب، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة من إسطنبول عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ شفيع. مساء النور عليك وعلى السادة مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك معنا أستاذ شفيع. نحن نتحدث عن ثورة 14 أكتوبر، ربما تحدثت في آخر منشوراتك عن أن يعني ثورة 14 أكتوبر والجنوب العربي لا يلتقيان، حدثنا عن هذه النقطة بشكل موسع.
كلنا يعرف بالذات المتابعين والمطلعين على التاريخ اليمني إنها لم تقم دولة في النطاق الجغرافي المسمى اليوم المعروف اليوم بالجنوب إلا عقب قيام ثورة 14 أكتوبر وتتويجها باستقلال الجنوب عن الاستعمار البريطاني في 67. ومن ضمن المشاريع التي تخلصت منها ثورة 14 أكتوبر هو مشروع الجنوب العربي. نعم. توحدت الجنوب العربي الذي كان هو مشروع أنجلو سلاطيني لم يمثل الرقعة الجغرافية بشكل كامل، لم تنضم إليه كل الولايات والسلطنات والإمارات التي كانت قائمة. فاستطاعت ثورة 14 أكتوبر أنها توحد عدن ومحميتها الشرقية والغربية في إطار دولة واحدة، تم تسميتها إبان الاستقلال بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم تم تغيير تسمية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. نعم. فمن يطالبون اليوم أو يرفعون شعار الجنوب العربي أو مشروع الجنوب العربي، أعتقد أنهم يتساوون في حالة الارتداد التي يمثلها مشروع الحوثي الذين يرتدوا عن ثورة 26 سبتمبر. فبالتالي الجنوب لها قضية سياسية تجلت في الانقلاب على مشروع الوحدة. من حق الجنوب أنه يطالب باستعادة دولته وإقامة دولته وفق الرؤية التي ينظر إليها، لكن لا يتخلى عن الهوية الحقيقية، لأن لم تكن هوية واحدة تجمع هذه البقع الجغرافية إلا بعد قيام ثورة 14 أكتوبر التي استطاعت أن توحد الجنوب في إطار دولة واحدة وهوية واحدة وتحت علم واحد. نعم. فما يحدث اليوم من دعوات للمشروع الجنوب العربي في أثناء احتفالات الشعب بثورة 14 أكتوبر، أعتقد لا علاقة بالمطلق للجنوب العربي بثورة 14 أكتوبر التي تمثل الهوية الحقيقية التي تجلت للأبناء الجنوب في 67. نعم. إذن كيف يمكن الاحتفاء ب 14 أكتوبر أستاذ شفيع في ظل حساسية المرحلة التي تحدثت عنها؟ ثورة 14 أكتوبر هي بوصفها قيمة للتعايش. الاحتفال بثورة 14 أكتوبر ينطلق من تعزيز قيم التعايش والقبول بالآخر. هذا لا ينكر أحقيتك في المطالبة السياسية ورفع شعاراتك السياسية، لكن بالمقابل أن الاحتفاء بثورة 14 أكتوبر لابد أن يتماشى في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها اليوم وتمر بها اليمن، لابد أن تتماشى الاحتفالية مع الظرف الراهن. لا. الجنوبيون عدد كبير من المقاومة الجنوبية اليوم يخوضون المعارك في جبهة صعدة، فبالتالي لابد أن يكون شعارنا في هذه المرحلة الشعار الأسمى الذي نناضل من أجله هو كيفية إسقاط هذا المشروع الإنقلابي الذي أمتهن كرامة اليمنيين واجتاح كل المحافظات اليمنية، لم يفرق بين محافظة شمالية أو محافظة جنوبية. فبالتالي مشروعنا اليوم هو كيفية توحيد الصفوف لاستعادة الدولة، وبعد استعادة الدولة نستطيع أن نبحث في تفاصيل قضايانا السياسية والبحث عن الحلول والمخارج لجميع القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية التي أصبح اليوم المزاج السائد في الجنوب يطالب باستعادة الدولة، وهذا أعتقد أنه حق مكفول تكفله التشريعات الدولية ويتماشى مع احترام الإرادة الشعبية. لكن المرحلة الراهنة اليوم لا تحتمل أكثر من مشروع. مشروعنا اليوم يفترض أن يكون كيفية استعادة الدولة من أيادي الإنقلابيين الذين أمتهنوا كرامة اليمنيين في شتى بقاع الأرض وقتلوا اليمنيين وشردوهم واستباحوا دمائهم. اليوم الدماء تختلط في صعدة، دماء الجنوبيين والشماليين في مواجهة هذا المشروع الإنقلابي، كما اختلطت في كثير من الجبهات الأخرى في مارب. ما دلالة ذلك أستاذ شفيع؟ يعني وأنت تقول أن صعدة تخضب بدماء الجنوبيين الآن، ما هي الدلالة التي يمكن أن نخرج بها من وجود مقاومين من المحافظات الجنوبية في أقصى الشمال في معقل الحوثيين بالضبط؟ عزيزتي، لقد استطاع نظام علي عبد الله صالح أن ينقلب على أسمى نضالات الشعب اليمني المتمثلة في ثورة 14 أكتوبر، ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر التي تعتبر أكبر تجليات الحركة الوطنية اليمنية، وما أسفرت عنه من تضحيات جسام أدت إلى مشروع الوحدة الذي انقلب عليه هذا النظام وحول إلى مشروع اجتياح للجنوب. لا. علينا اليوم أن لا نتعسف في القضية الجنوبية ونجعل منها أداة للكراهية في مواجهة الشمال. التاريخ في صفحات كثيرة مشرقة لليمنيين في الشمال وفي الجنوب توحدت جهودهم في مواجهة الحكم الإمامي في الشمال ومواجهة الحكم الاستعماري في الجنوب، وهي تتحد اليوم مرة أخرى في درس جديد من دروس التاريخ، تتحد في صعدة.
أبناء الجنوب تسقط دماءهم مع أبناء الشمال في مواجهة هذا المشروع الإنقلابي. الحوثيين لا يستهدفوا الشمال فقط، الحوثيين يستهدفوا كل اليمن، يستهدفوا منظومة القيم والأخلاقيات التي تقوم عليها هي دعائم الدولة اليمنية. من حق الجنوب أن يكون دولة ومن حق الشمال أن يكون دولة، لكن بالقاسم المشترك بيننا كيفية التعايش، كيفية الحفاظ على هذه الصفحات المشرقة في التاريخ. نعم، إذا أستاذ شفيع، يعني ثورة فبراير، مشروع الدولة الاتحادية أيضا والأقاليم، برأيك هل تمثل تجديد لثورة أكتوبر وسبتمبر؟ إذا كانت، أنا كتبت مقال قبل فترة في فبراير فقلت إذا كانت ثورة 26 سبتمبر هي ثورة الشمال و14 أكتوبر هي ثورة الجنوب و11 فبراير هي ثورة اليمن بشكل عام. مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تحدثت عن الدولة الاتحادية، التقسيم الذي أتت به لجنة تحديد الأقاليم التي تم تشكيلها بقرار جمهوري وذهبت إلى 6 أقاليم لم تكن محل إجماع. إذن اليوم علينا أن لا نبحث في تفاصيل القضية السياسية بقدر ما نبحث اليوم في كيفية استعادة الدولة. إذا استطعنا أن نستعيد الدولة اليمنية ونتخلص من هذا الانقلاب نستطيع فيما بعد أن نبحث في تفاصيل مستقبلنا في الاتجاهات التي تحددها الإرادة الشعبية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، تحدث الأستاذ شفيع عن نقاط مهمة، تحدث عن أن ثورة أكتوبر والجنوب العربي لا يلتقيان، كون أكتوبر أتت لتوحيد بداية الجنوب من خلال السلطنات التي كانت موجودة ثم السعي وراء الوحدة بشكل عام. تحدث عن حساسية المرحلة وكيف الحديث عن ثورة أكتوبر في ظل الحديث عن جنوب أو يعني انفصال الجنوب، وهناك أيضا أن قيمة أكتوبر هي قيمة للتعايش وقبول الآخر، وربما أكد على أن الدماء اليمنية تختلط جنوبها بشمالها في وجود مقاتلين من المحافظات الجنوبية في صعدة، كيف تعلق على ذلك؟ إيه بالفعل، المحطات الكبيرة كمحطة 14 أكتوبر و 26 سبتمبر هي لنسأل أنفسنا سؤال يعني مهم جدا، وهو لماذا يلتف الناس حول هذه الثورة وتحولت إلى ذاكرة تخلد في وجدان كل اليمنيين بشكل عام سواء كانوا في الجنوب أو الشمال؟ لأن الناس التقوا على هدف واحد وشعروا أن هذه الثورة هي تمثلهم وتشكل لهم هوية. وأنا أتفق مع الأخ شفيع عندما تكلم على مسألة الهوية في الجنوب. إذا استطعنا فعلا أن نعود إلى الهوية الجامعة، الهوية التي استطاعت أن تجمع مختلف الأطياف ومختلف القوى والعشائر والقبائل والتجمعات وكل هذه الأسماء تحت لافتة واحدة، لا شك أننا بعد ذلك سنسقط كل المشاريع وسنجد أنفسنا نتماهى مع الهوية. والهوية لا يمكن أن تذهب بعيدا عن الجغرافيا، دائما ما تتصالح الهوية مع الجغرافيا، وبالتالي ليس هناك خوف على الإطلاق. لماذا التم الناس في ثورة 11 فبراير 2011 في ثورة الشباب؟ الجميع شعر أنه جزء من هذا المشروع وأن هذا المشروع هو يمثل خلاصة ما يتمناه اليمنيين، وهو إسقاط حكم الفرد والعائلة وإسقاط التوريث والتوجه نحو الحكم الجمهوري الذي يعني من أهم أولوياته في العصر الديمقراطي الحرية وحكم الأكثرية، وهذا الذي حاول مشروع الحوثي ومشروع المخلوع إسقاطه. وكذلك للأسف الشديد التيار الذي يحاول أن يغلب الجغرافيا والمناطقية على المشروع الوطني كما هو حاصل الآن يعني في محافظة الجنوب. ولا شك أننا عندما شاهدنا تلك الصور التي تقوم يعني بطرد يعني أبناء المحافظة الشمالية وخصوصا أبناء محافظة تعز من محافظة عدن، هذا الموقف يعني شكل صدمة كبيرة، صدمة نفسية واجتماعية لمختلف شرائح الشعب اليمني الذين وجدوا في هذه المدينة مأوى لهم بعدما حصل من اجتياح لعصابات وميليشيات الحوثي والمخلوع في مختلف المحافظات. وبالتالي لا شك ولا ريب أن الهوية الوطنية الجامعة دائما هي صمام الأمان من المشاريع التفتيتية والتمزيقية والسلالية والأسرية. نعم، إذا أستاذ نجيب، يعني عدن هي كانت محطة التكوين الأولى ربما لثورة سبتمبر وأيضا لثورة أكتوبر، ما الذي كانت تشكله عدن في تلك اللحظة؟ لا شك أن الحركة الوطنية وتأقلمت وحتى المشاريع الوطنية كلها تشكلت في محافظة عدن، وكان يقودها الأستاذ الزبيري والأستاذ أحمد النعمان، وكان المحامي الكبير رحمة الله عليه محمد علي لقمان، وقيادات المحافظات الجنوبية، أتكلم عن الرموز الوطنية التي كانت في تلك المرحلة.
هؤلاء لا شك أنهم صنعوا الوعي الجماهيري والوطني والذي تبلور فيما بعد إلى طموحات كبيرة التي كانت توحيد الصفوف وتوحيد المناطق والوقوف صفا واحدا ضد كل المشاريع في المنطقة. وبالتالي شاهدنا يعني كيف تساقطت أحجار الاستبداد والديكتاتورية والاستعمار البريطاني. قامت ثورة 26 سبتمبر وشكلت كبيرة لقيام وتلاحم الجانبين كانوا في الشمال أو في الجنوب. وأنا هنا يعني قبل فترة اشتريت الموسوعة اليافعية وهي تقريبا 8 مجلدات، وتفاجأت من حجم الشخصيات التي شاركت من المحافظة الجنوبية وخصوصا محافظة وأبين والضالع من يعني بالمئات. يعني أنا أتذكر جيدا أن كان هناك مجموعة نعم محافظة الضالع وكانوا يريدون أن يحصلوا على إذن من سلطات المملكة المتوكلية، ولكنها رفضت. وعندما رفضت السماح لهم بالخروج أيضا العمليات لقيادة إحدى المعارك في المنطقة العربية، وجدوا أنفسهم مضطرين لقتال الأئمة، وشارك أكثر من 500 فرد في قتال الإمام أيضا البدر عندما قامت ثورة 29 من سبتمبر. وبالتالي العودة للتاريخ قليلا هو يشكل لنا هوية ذاتية ووطنية ينبغي علينا أن نكررها لهذا الجيل الذي فقد الكثير منها بعد الصراعات وبعد التدمير النفسي الممنهج الذي قام به المخلوع علي عبد الله صالح والمشروع الإمامي المتمثل بالأسر الهاشمية الطامحة إلى الحق. نعم، إذن أستاذ نجيب أنت أستاذ المشاهدين، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال حوارنا حول أكتوبر وقيمه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، ماذا عن محاولات إفراغ عدن من مشروع الوطنية اليمنية والهوية أيضا في هذه اللحظات الراهنة؟ يعني من الصعب جدا تغيب الذاكرة والهوية الوطنية. أنا هنا أركز على جزء مهم جدا وهو ما يتعلق بالأغنية اليمنية بشكل عام. يعني عندما نتكلم عن محمد مرشد ناجي في أغنيته الجميلة والعظيمة بالله عليك يا طير يا رمادي التي قيلت بعد قيمة ثورة 26 من سبتمبر البكري نادي من الحسن والبدر حرر طهر بلادي. عندما نتكلم عن الأغنية يبدو أن هناك مرشد ناجي أبو بكر نعم يبدو أن هناك مشكلة بسيطة في الصوت. نعم أستاذ نجيب تفضل. إذا هناك مشكلة، أعذرنا قليلا في الصوت من المصدر. أستاذ نجيب سنعود إليك. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. يا مساء النور ومساء النور لضيوفك الكرام. ونحن نتحدث عن 14 أكتوبر أستاذ إبراهيم، يعني ماذا عن التوجه الجنوب اليمن للإسهام في تحرير الشمال من الانقلاب؟ ألا يشكل ذلك رسالة أن المصير اليمني واحد في ذكرى أكتوبر؟ بلا شك المصير اليمنيين هو واحد، هي أرض واحدة وعقيدة واحدة ونسل واحد وعروبة واحدة. هناك من يحاول أن خلط الأوراق بين أبناء الشعب اليمني الواحد. الثورات اليمنية كانت واضحة، ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر كانت أخوات. انطلاقة ثورة 14 من أكتوبر كانت من قبل قيادة 26 من سبتمبر. فالمصير اليمني مشترك، والأهداف أهداف الثورتين كانت مشتركة، وقيادة الثورة في الشمال وفي الجنوب كانت أيضا واحدة ومتناسقة، وكانت ترتب أوراقها مع بعض. فأنا باعتقادي أنه الآن ذكرى ثورة 14 من أكتوبر هي من أهم الأيام التي يجب مراجعة حساباتها، لأنه في السابق لم ضاعت الثورات وأهدافها بسبب النظام القمعي الذي تولاه المخلوع علي عبد الله صالح وميليشياته. لكن اليوم استدعاء أهداف الثورة، ثورة 14 من أكتوبر، هي الجامعة الكبير لكل اليمنيين شمالا وجنوبا، ويجب البناء على ذلك. إن هذه الأهداف
أتت لغرض التحرر من الجهل والفقر والمرض، وهذه الأمراض التي ما زالت موجودة اليوم، وأراد أن يعيدها ميليشيا الحوثي وصالح والعودة باليمن إلى الأيام المظلمة من التاريخ اليمني القديم. إذن أستاذ إبراهيم، ما الذي يحتاجه اليمنيون في ذكرى سبتمبر وأكتوبر لإعادة صياغة مشروع وطني موحد ودولة يمنية اتحادية؟ أنا في اعتقادي ما يجمع بين الثورتين وما يجمع بين كل المشاكل التي حصلت في السابق هو مخرجات الحوار الوطني. نحن بحاجة إلى دولة اتحادية، دولة النظام والقانون وأيضا المساواة وتوزيع السلطة والثروة على جميع اليمنيين شمالا وجنوبا. فأعتقد أن القاعدة المشتركة بين الثورتين اليوم وبين كل المحافظات هي مخرجات الحوار الوطني التي تعطي كل ذي حق حقه، وهي الأسس الصحيحة الذي يجب البناء عليها ليمن مزدهر لكل اليمنيين، بحيث لا تستأثر لا قبيلة ولا منطقة على السلطة والثروة والتحكم بحياة اليمنيين ومستقبلهم. نعم، ابقى معنا أستاذ إبراهيم، أعود إليك بعد أن أنقل هذه الفكرة للأستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني يرى الأستاذ إبراهيم أن ما يحتاجه اليمنيون هو العودة لمخرجات الحوار الوطني، هو الذي سيقوم بعمل المساواة والتوزيع العادل للثروات، وأيضا سيعطي كل ذي حق حقه من وجهة النظر، هل تتفق معه في ذلك؟ لا شك، لأن المركزية أثبتت أنها يعني مشكلة كبيرة لليمنيين، وأنها سبب رئيسي ومن أخطر القضايا التي وصلنا إليها عندما أصبحت صنعاء هي تحوي كل شيء، وأصبحت صنعاء تمتلك كل شيء، وأصبحت كل المؤسسات وكل يعني ما تمتلكه الدولة كلها تذهب لمحافظة صنعاء، وبالتالي شاهدنا كيف تحولت محافظة الأطراف ومحافظة الوسط إلى محافظة هاشمية يعني بشكل عجيب. يعني كيف ننظر إلى محافظة حضرموت التي أصبحت وكأنها جزء خارج من التاريخ؟ من يتذكر محافظة المهراء إلى اليوم؟ لا نكاد نسمعها على الإطلاق. وأيضا من يتذكر محافظة سقطرى البعيدة عنا مئات الكيلومترات؟ يعني كذلك الحديدة عندما نجد أنها أبسط الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء وهي من المناطق الحارة، وجدنا كيف يتعذب الناس الآن عندما جثمت على صدورهم عصابات وميليشيات الحوثي ومنعت عنهم حتى مسألة الكهرباء. وجدنا كيف أن تعز أصبحت معذبة بشربة لا يجدون من خلاله أن يعيشوا بكرامتهم. كل هذا يعني أثبت بما لدى للشك أن المركزية يعني سم قاتل اليمنيين وإحدى المشاكل. وبالتالي مخرجات الحوار الوطني كان أفضل ما فيها أنها ركزت على موضوع الأقاليم، وهذا مشروع يعني كبير يحتاج إلى وقت، ولذلك يعني يقاتل الحوثي والمخلوع بكل قوتهم لأنهم يعرفون أن هذا المشروع هو تغيير في بنية النظام الركب عليه هذا المشروع خلال أكثر من 50 سنة وتراث إلى أكثر من 200 إلى 300 سنة. نعم، وبالتالي ليس أمام اليمن. نعم، عودة لك أستاذ إبراهيم، يعني إذا أردنا نقد التجربة الوطنية، كيف بالإمكان تفادي المخاطر التي تعرض لها المشروع الوطني والدولة الوطنية؟ أنا في اعتقادي بالنسبة لتعرض المشروع الوطني للمخاطر سيظل قائما، ما زال هناك السلاح والمال بيد الميليشيات شمال الشمال. خلونا نتحدث بكل وضوح، يعني إذا سحب كما يحصل الآن، يعني سحب البنك المركزي، سحب عائدات الدولة وتوزيعها على كما ذكر اليوم في محافظة مأرب إعطائها 20% من ثرواتها وخيراتها لبناء المستشفيات والجامعات في محافظة مأرب وفي إقليم سبا، فاعتقادي أنه هذا هو ما يجب يعني العمل عليه الآن، أنه سحب كل مصادر القوة من المركز. نحن لا نتكلم على المركز، نتكلم على سجن كبير لكل اليمنيين. صنعاء حولها مركز شمال الشمال إلى سجن، إذا كان معك بيت في صنعاء لا تستطيع أن تتحدث لأنك سيتعرض بيتك للانفجار وتتعرض للاختطاف. إذا أنت بحاجة، إذا أنت من أبناء مهرة وبحاجة إلى جواز يجب عليك الذهاب إلى صنعاء، وهذه هي المركزية الشديدة الذي لا تعمل إلا لصالح النخبة ولصالح المركز. فلذلك
الآن اليمنيين أمام مواجهة حقيقية، وأنا في اعتقادي أنه المحافظة الأكثر الآن قد اتجهت نحو مشروع العقلمة، مأرب، الجوف، البيضاء، عدن، حضرموت، شبوة، كلها خارج الآن مركزية الدولة وتتجه نحو عدن من أجل بناء الدولة اللامركزية الذي يستفيد منها اليمنيين جميعهم ويديرون شؤونهم بأنفسهم بدل انتظار رئيس الجمهورية أن يعين محافظا ولا وكيل محافظ، بحيث يكون ولاءه وعمله لسيده في صنعاء يجب أن يكون عمله وولاءه لأبناء منطقته وتنفيذ مشاريعهم، وهذا ما يجب أن يتم. أنا أعتقد أنه المخاطر ستظل قائمة، لكن نحن الآن أعتقد أنه في حرب حقيقية من أجل انتزاع هذه الحقوق وإنهاء المركزية. أنا لا أعتقد أن المركزية ستعود إلى اليمن بشكل من الأشكال، وهذا الحرب هي نهاية كل ذلك. نعم، إذا أستاذ إبراهيم، ماذا عن محاولة أيضا تحويل أكتوبر إلى مناسبة جهوية خارج الهوية اليمنية؟ أنا في اعتقادي المشكلة في اليمن هناك انتهازيين في السلطة وفي المعارضة وفي الحراك الجنوبي يحاولون الاستفادة من كل الثورات وتحويلها إلى شيء خاص لمجموعات أو لكنتونات مصالح، وهذه هي المشكلة الخطيرة. يجب على الشعب اليمني، أنا بالنسبة لي شخصيا لا أثق في كثير من النخبة السياسية لأنها تبحث عن مصالحها الشخصية، ولذلك نحن في حرب في جميع المحافظات اليمنية. فعلى اليمنيين أن يدركوا أن لهم حقوق وأن الثورات هذه قامت من أجلهم وليس من أجل نخب سياسية شمالا أو جنوبا، ويجب إنهاء هذا التسلط على الثورات باسم مجموعات أو جماعات أو شخصيات. الثورات قامت من أجل استرداد الحقوق ومن أجل العدالة ومن أجل بناء دولة. نعم، وهذا ما يجب العمل عليه. ألا يشكل ذلك شكلا من أشكال الارتداد على مشروع أكتوبر على طريقة الارتداد عن مشروع سبتمبر في الشمال؟ أنا في اعتقادي أنه الآن يعني أكثر من 70% من سكان الجمهورية اليمنية ما دون السن 25، هناك انفتاح، هناك اختلاف في الفكر من قبل 20 أو 30 أو 40 سنة. الآن الناس يعرفون مصالحهم. المشكلة إن ما يتحكم بمصالح الناس هي مجموعة أو لوبيات مصالح في الشمال وفي الجنوب. هناك فكر مغاير الآن لما كان في السابق. الناس أصبحت تدرك حقوقها، الناس أصبحت تدرك أنها بحاجة إلى بناء دولة تكفل لكل حقوقه، يعني شمالا وجنوبا. والمعركة ستظل مستمرة حتى في الولايات المتحدة. هناك من يحاول أن يعيد الولايات المتحدة، يعني الديمقراطية لها أكثر من 200 عام، يعود بها إلى العصر القديم الذي يملك البيض حق التسلط في السلطة، وهذا سيظل قائما. ما زال هناك حراك مجتمعي قوي، سيكون هناك خير. وأنا أعتقد أن الشعب اليمني لديه كثير من المؤسسات الشعبية والوطنية التي تستطيع أن تنهض باليمن وأن تحارب كل المشاريع التي تحاول إجهاض مشروع الدولة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب، يعني لو تحدثنا عن أكتوبر بين محطتي الثورة والوحدة وأكتوبر في اللحظة الراهنة، ما الذي تغير في مسار المصير اليمني الموحد وما الذي لم يتغير؟ وتدوير الصراعات كانت المشكلة في عدم حصد ثمار ثورة سبتمبر وثورة أيضا أكتوبر، لأن بعد ثورة أكتوبر حصل هناك صراع كبير بين مختلف الأطراف في المحافظة الجنوبية للأسف الشديد، وجدنا كيف استمرت دوامة العنف حتى قامت الوحدة في عام 90، ثم بعد ذلك عادت دوامة العنف في 94، وما حصل من تصفية بين الجبهة القومية وجبهة التحرير مما ذهب بريق يعني ثورة أكتوبر. لكن الآن نشهد عودة مهمة لمسألة الهوية الوطنية، وهذه تحتاج إلى وقت لأن النفوس حصل فيها شرخ كبير، ونتكلم عن النسيج الاجتماعي في المحافظة الجنوبية والتمزيق الذي قام به علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه عندما قام بشراء الولاءات والتمزيق المشايخ والتخلص من كثير من الأعيان والوجهات الاجتماعية. كل ذلك أفرز فراغا كبيرا وهائلا في المحافظة الجنوبية، حتى وجدنا أن مسألة التطرف يعني تنتشر في محافظة أبين وأيضا في بقية المحافظات الجنوبية بشكل لافت، وأنا أتكلم هنا عن يعني تنظيم القاعدة
وايضا تنظيم داعش وهذه القصص الخرافيه التي لم تكن، يعني حتى عندما نتكلم عن يافا التي كانت تصدر البن وكانت تصدر الاغنيه اليمنيه الوطنيه التي طار صيتها في كل مكان، يعني تحولت الى 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 بؤر للاسف الشديد لإنتاج المشاكل. كل هذا الترميم يحتاج إلى وقت طويل، فما بالنا عندما نتكلم عن مشروع الإمامة ومشروع المخلوع الذي قام بتدمير منهي لمختلف مناطق الجمهورية اليمنية. لا شك أننا بحاجة إلى وقت طويل، ولكن في هذا المقام نحتاج أيضا إلى بعث التراث الشعبي والفني والغنائي الذي وحد النفوس اليمنية بشكل عام. يعني لا يوجد قلق على الهوية اليمنية لأنها متجذرة ومتأصلة. من منا لا يسمع أغاني أيوب طارش ولا محمد سعد عبد الله ولا فيصل علوي ولا كرام المرسال ولا أحمد قاسم ولا، يعني عندما نتكلم عن الفن الشعبي والفن الذي يتجاوز الحدود والجغرافيا ويتجاوز الأعوام والزمان، لا شك أن هذا سيساعد في ترميم النفوس وسيساعد اليمنيين في إعادة اللحمة الاجتماعية حتى وإن تفرقت يعني المناطق الجغرافية، حتى وإن حصل هناك تقسيم، حتى وإن كأقاليم، لكن هذا والجانب الشعبي لا يستطيع أحد أن يقيم هناك يعني حدود حواجز. نتذكر علي والمناطق الوسطى، ونتذكر الحميد بن منصور في مناطق لحجة أيضا وأبين، كل هذه الرموز الخالدة والتاريخية لا شك أنها تساعد اليمنيين في عملية الاندماج الاجتماعي المتواصل، وهذا سيظل مستمر ولن يعود اليمنيين إلى الوراء مهما حصلت يعني من مراحل انحطاط كما نشاهدها الآن في بعض المحافظة الجنوبية وأيضا في مناطق شمال الشمال. وكل المشروعين، مشروع الأسرة ومشروع التوريث ومشروع الاستبداد ومشروع الدكتاتورية، كلها تلتقي في خانة واحدة وهي هدم الدولة وهدم المعبد على رؤوس الجميع، لأنهم لا يستطيعوا أن يتعايشوا مع وجود وطن يتسع للجميع. ونحن في القرن 21 ولا زلنا نتكلم عن هذه القضايا التي تجاوزها كل العالم. عندما نتذكر دولة معين ودولة قطبان، سنجد أن مسألة الأقاليم ومسألة توزيع الثروة والسلطة ومسألة احترام العادة والتقاليد كانت موجودة قبل الإسلام واستمرت لفترة طويلة بعد الإسلام. ولا أن نعود، يعني لا شك أن العودة إلى هوية اليمني الأصيل وهي المتعلقة بحب العمل وحب الإنتاج وحب الريادة وحب الصدارة، هذه هي القيم الأصيلة في المجتمع اليمني سواء كان في الشمال والجنوب. نحن الآن عندما نتكلم عن 14 أكتوبر نتكلم عن مسألة الغربة والاغتراب التي وزعت اليمنيين في الشمال وفي الجنوب. في الشمال بسبب الاستبداد، ووجدنا أن كثير مثلا من أبناء أب يعني مهاجرون في أمريكا، وأيضا معظم المحافظات اليمنية مهاجرون في دول الخليج ما حصل لها. نتكلم عن الحضارم ودورهم أيضا في الهجرة سواء كانوا في الخليج أو كانوا في دول شرق آسيا، وهذه أيضا القواسم المشتركة هي كلها بسبب الصراع على الهوية وعلى الاندماج الاجتماعي وعلى مسألة عدم ترتيب السلطة سواء كان في الشمال أو في الجنوب، ولا زالت هي نفس القضايا. نعم يعني إذا ماذا عن الصراع السياسي أستاذ نجيب ومحاولة احتكار تمثيل مغلق للجنوب بمعزل عن المشروع الاتحادي؟ يعني هناك محاولة للقيام بهذا المشروع والوصول إليه، ولكن أعتقد أن لا الزمن كفيل ولا الإمكانات كفيلة. عندما نتكلم عن الموارد والإمكانات على سبيل المثال، من يستطيع أن يقيم دولة مثلا في محافظة الجنوب؟ عندما نتكلم عن الجنوب نتكلم عن عدن، هي حاضرة الجنوب، ونتكلم عن أيضا حضرموت، هي حاضنة لها هوية ولها تاريخ مستقل بذاته عن بقية المحافظات، وبالتالي من الصعب جدا المضي في هذا المشروع لأن هناك موانع جغرافية وموانع أيضا إقليمية وموانع حتى اجتماعية للقيام بهذا المشروع. نعم إذن يعني ماذا عن مسألة البقاء داخل الصندوق الضيق بعيدا عن أفق أكتوبر الواسع، خاصة وهو أتى بفكرة الوحدة وحد السلطنات ثم سعى للوحدة اليمنية بشكل أوسع؟
يعني هذا هو مزيد من انتاج الصراع ومزيد من دوامة العنف التي لن يستقر فيها الجنوب ولن يستقر فيها الشمال. عندما نتكلم عن مسألة الصراعات التي لا زالت حاضرة لليوم، لا يزال أتباع عبد رب هادي منصور، ونتكلم عن مشروع أبيان وشبوة، ولا يزال أيضا حلف أبيان، ولا يزال أيضا حلف يعني لاحق والضالع، ولا يزال أيضا المشروع الحضرمي، ولا يزال أيضا هناك مشروع المهري والسقطري. هذه كلها مشاريع لا زالت قريبة. عندما نتكلم عن 67 و75 حينما توحدت السلطنات الجنوبية 23، نتكلم عن فترة بسيطة يعني لا تتجاوز 40 إلى 45 سنة. لا شك أن هذا المشروع لا يزال قائم، وهناك من الأسر من تطمح للعودة كما يطمح الحوثي الآن في شمال الشمال للعودة بالحكم الإمامي الذي تجاوز 50 عام. كلا المشروعين يمشي في هذا المشروع، ولكن هذا المشروع سواء كان السلطنة في الجنوب والمشروع الأسري في الشمال المتعلق بالإمامة، هذا يعني من أهم عوائق عدم تقدم اليمن للخروج من القرن 21. تخطط عندنا كل الدول المجاورة المحيطة، حتى الصومال الآن بدأت تستعيد أنفسها ويعود إليها الاستقرار بعد دوامة عنف استمرت لأكثر من 20 سنة. عمان الآن تتكلم عن يعني دولة لها مقومات ولها إمكانات، يعني العام الماضي أكثر من 1,300,000 يذهبون إلى دولة عمان القريبة، والتي يعني نمتلك مثلها فيما يتعلق بالتضاريس والجو. إذا هذا المشروع ليس له مكان. اليوم عدن تحولت إلى يعني إلى مدينة مغلقة، وعدن أصلا التي كانت حاضرة المنطقة والمحيط الهندي والمنطقة في البحر الأحمر والبحر العربي وأفريقيا، اليوم تحولت إلى مدينة مغلقة على يعني أبناء المدينة أنفسهم. لا يمكن لعدن أن تبقى، ولا يمكن لها أن تستمر، ولا يمكن لها أن تحيا إذا لم تكون حاضنة لكل اليمنيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب. نختم بهذه الفكرة أن عدن ستبقى حاضنة لكل اليمنيين كما جميع مدن اليمن. نجيب اليافعي الصحفي كنت معنا عبر سكايب من الدوحة، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. لن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.